اوكي اكسرسايز 1 اي ثينك هذا بال 80s بال page 80s 88 وات ايفر. اوكي عندي اكسبوننشال اكتيفيتي سيشن 2 عندي نوت انا لازم اعرفهم انه اكسبوننشال اذا عليها باور اكس جوا وباور ان برا هذا بنسميها باور اوف باور. باور اوف باور يعني بتضرب الباور زي معروفه تضرب الاكس بالان فيك تكتب اكس تايمز ان او ان تايمز اكس. وإذا شفت إيه عليها power 2x هي بالحقيقة إيه عليها power x جوا وبرا power 2 لأنه تعا ضربهم تحصل على 2x. يعني هي بالحقيقة ex times ex لأنه ex times ex هي e to the power x plus x بترجع بتصير 2x. شغلة تانية لازم نفهمها بالإكسبوننشال إذا كان عليها الإكسبوننت x ولا minus x يعني إذا كان بالنسبة لإلكم positive أو negative جوابها حيضل positive. الإكسبوننشال مستحيل يطلع negative أو 0. فالاي هو نمبر الفاليو اللي له 2.718828845 لاحظوا انه ما بينتهي هذا بنسميه irrational. فالاي هو نمبر بوزيتيف اذا غيرت له الاكسبوننشال ما بيصير نيجاتيف. ليكو ليش الاي باور ماينس اكس هي بالحقيقه 1 على اي اكس هكبرها شوي اي تو ذا باور ماينس اكس هي 1 اوفر اي اكس وإي تو ذا باور ماينس ان اكس هي 1 على اي باور ان اكس. يعني اللي عم بقصده اي باور ماينس فيك تتغيره ويصير الباور بلس اذا كان فوق بيصير تحت اذا كان بالنيوميريتور بيصير بالدينومينيتور بالعكس. هول البروبرتيز تاعون الباورز بيترافقوا معنا من الجريد 7. من الجريد 7 انت بتعرف انه اي تو ذا باور اكس تايمز اي تو ذا باور واي بتحط اي وبتجمع الباور. اذا في اوفر اي تو ذا باور اكس اوفر اي تو ذا باور بتحط اي وبتنقص الباورز الاكسبوننتس. يعني إذا في power of power بتضربهم. أوكي e to the power 0 هي 1 وهذا الشغلة معروفة كمان إنه أي شيء عليه power 0 هو 1. كمان بدنا نعرف شغلة لين مع e بيروحوا مع بعض بيبقى x وe مع لين بيروحوا مع بعض وبيبقى x لأنه اللين والe بنسميهم نحن opposite to each other يعني هن عكس بعض أو inverse to each other. يعني الe الinverse اللي إلها لين واللين الinverse اللي إلها e. فهذا اكزامبل صغير اذا معك e to the power ln 3 بتروح ال e مع ال ln بيبقى 3. اذا ثاقبت في number 2 قدام ال ln ما فيك تروح ال e مع ال ln. شو بنعمل نحن بهالحاله بدنا نتخلص من 2. برجع انا للبروبرتي لل ln بتقلي اذا عندك اي number قدام ال ln فيك تفوته لجوا كاكسبوننت. يعني لاحظوا ال 2 ln 3 شو عملت فيها لل 2 ln 3 انا قمت ال 2 حطيتها على 3 صارت e to the power ln 3 to the power 2 اي مع لين كانسلد سو اللي بيبقى معي 3 باور 2 اللي هي 9. هلا كمان هون قدام اللين في ماينس الماينس هي بالحقيقه ماينس 1 او فيني اعتبرها مثل هيدي ماينس اكس. شو بعمل بهالحاله بنزل الاي لتحت بصير الباور بلس صارت 1 اوفر اي تو ذا باور بلس لين 2. يعني من الستيب هيدي لهيدي الستيب كل اللي عملته اني نزلت اللين لتحت كان الباور قدام اللين او الساين قدام اللين بلس صارت ماينس e مع لين cancel each other صار معي 1 over 2 لأنه e مع لين راحت بقيته. هيدا الـ properties لازم يكون فهمانين هون لنشتغل عليهم بـ exercise 1. هلا أنا بـ exercise 1 عندي 6 parts وبكل part في 2 أو 3 parts. نقيت أنا بعض الأشياء لحلا أنا وياكم هلا واللي بده يبلش يحل معي يبلش يحل معي باستخدام الورقة. بلشت أنا بهيدي عم بعطي كي لإلك سؤال نعم. بس نعم ما بدنا ننقل البروبرتيز على عنا هيدا الفايل I will send it to you وبتنسخوه. اوكي بدي اياكم بس هلا هون تابعوا معي بحل الاسئله. يعني انا حاعطي دقيقه نص دقيقه لتحلوا وكفي معكم. مثلا بنمبر 1 ححل تنتين انا e to the او لين راديكال e. الكل بيعرف انه الراديكال هو باور بس قد ايه قيمته هالباور 0.5. يعني انا من هيدي الستيب لهيدي الستيب شلت الراديكال حطيت 0.5 صار معي اي مع لين بيروح الاي مع لين. شو بيطلع الانسر اخر شيء شو بيطلع معنا هون الانسر بليز ليت مي نو قد الانسر 0.5 لانه الاي مع لين كانسلد ايتش اذر. كمان هون شو بدي اعمل هلا حليت وحده فوق ايكوال وات داز ات ايكوال مع باور ماينس بتصير 1 على اي تو ذا باور لنزلها لتحت 1
على اي باور بتساوي هاف مع اللام بيبقى 1 على 2 اكزاكتلي يعني هيدي كلياتها مثل ما هي حاخذها وحطها تحت هون صح وهي الماينس بدي اعملها بتصير بلس 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 وفوق شو عندي 1 وفيني ما اكتب بلس لانه احنا بنعرف البلس هي ساين موجوده بالضروره نكتبها طيب و اي ولن بيروحوا مع بعض بيبقى هاف برافو جود جوب يا حسين ابداع مش طبيعي يعني عندنا فوق 1 ذاتس ات بعد في هيدا بتتسلوا فيها انتو هلا هو كل بارت عم بوصل فكره معينه بنمبر 2 انا نقيت هيدا اي تو ذا باور نقيت الصعبه يعني هاف لين 16 ايكوال او كيف فينا نكفي اي بنحط لين 16 باور 0.5 جود جوب يا حسين قلت لك عم تبدع مش مصدقني انت حسين عم بيقول منسخله هيدي وهيدا الباور اللي هو هاف بنقدر نحن نتخلص منه يعني هيدا الهاف انا ايه فبيطلع الجواب 4 كمان ابداع مش طبيعي يعني هيدا بصير عندنا باور هاف فيكن تكتبوا هاف وفيكن تكتبوها 0.5 ترى الاي واللين ورا بعض they cancel each other صح؟ ايه يعني بيقول 16 4 0.5 كانه راديكال 16 يعني 4 اوكي مرحبا اهلا بالسيد حسين نورت طيب نمبر 3 I did not choose anything لانه كتير simple نمبر 4 او نمبر 3 هذا نمبر 3 سوري هذا نمبر 3 مشاك يلا بنمبر 3 عندنا e to the power 3 plus ln 4 over e to the power 2 plus ln 3 شو لازم نعمل هون منحط e ومننقص الباور من بعض يعني منشتغل على اي property منطلع اللي تحت لفوق e to the power x على e to the power y في e فوق و e تحت نحط e ومننقص الباور e power x minus y great job هيدا properties كتير سهلين هيدا a e صار عندي 4 3 بلس لين قد ايه؟ لين 4 4 2 ماينس لين 3 ضربت دغري ببعض انا ها لانه انا سريع شوي بالحسابات يعني هدي موهبه طيب ايكوال احنا دغري نعمل حساباتنا على السريع قد ايه بيطلع هون 3 ماينس 2 قد ايه بتصير هيدي 1 شلنا الماينس 2 هون لنشوف من هو الذكي فيكم اكيد كلكم ذكاء يعني في الشك شو هاعمل هون صار لنا 4 على 3 وبعدين شو بدنا نعمل هلا يلا استاذ هادي لن هادي لن اي ماينس لن بي طيب شو بدنا نعمل واحد واحد يحكي استاذ هادي لن اي ماينس لن بي انا بقترح اكتب اي يعني قد عليها باور 1 طيب شو بعد برجع معمل تايمز اي تايمز بحط لانه في بلس تايمز اي تايمز شو اي باور لين 4 اوفر 3 باور لين 4 باور لين 4 اوكي ماينس لين اوفر 3 او اوفر 3 كلن هول اوفر صح؟ over e ودي عليها power 3 لين 3 لين 3 شو صار هون؟ لما كان في plus شو حطينا تحت؟ times لما كان في minus نزلتها لتحت لأنه بس بطلع لفوق بترجع minus صار في e و e و e equal سوري بس لنشل هيدا النمبر 4 من هون لنموت مضبوط هيدا النمبر 4 اوكي ايكوال نرجع هلا بنعمل لهم سمبليفاي برواق ما بدهم شيء اي تو ذا باور 1 يعني هي شو هي اي تايمز اي تو ذا باور لين كانسل تايمز 4 على فكره هذه يفضل تايمز 4 هذه يكتب يعني يفضل مش اي تايمز 4 4 اي احسن اوفر اي مع لين كانسل من بقي
3 يعني 4 اي على 3 واضح؟ yes. طيب انا هون مع e to the power minus 2x multiplied by e power 3x شو بنعمل هون؟ بنحط e وحده minus 2x شو يا جماعه؟ plus شو؟ 3x equal شو بيطلع على plus 3x يعني e to the power بيطلع x e power x اوكي okay. وهيدا كمان في e فوق و e تحت و e شو بنعمل؟ بنحط e وحده قد اول باور عليها 3x 3x بنرجع بنعمل minus x minus x حد 3x ايه exponent واحد minus minus 1 minus 1 exactly برافو بطلع عنا e وحده 3x minus x هي 2x e power 2x minus 1 that's it هذا simplify for طبعاً في بعض الأشياء ما حليتها أنا هذا بإكسرسايز 3-1 على الكتاب أوكي؟ حدا سألني أي بيج إذا ناويين تعرفوا أي بيج let me see الإكسرسايز أي بيج 88 طيب ماشي أوكي بيج 88 أنا قلت بهذا طيب هون بنرجع لموضوع كتير مهم وبنرجع على هذا الموضوع solve e to the power x equal a solve يعني انت لازم تبرم على x عندك في فرق لما بتكون عم بتحل ln x equal a دغري بتعمل a للجهتين لما بتكون عم تحمل e power x equal a فيكش تعمل ln للجهتين اوكي هيدا الهومورك على الكتاب مثل ما قلتوا انتو page 89 و 87 بس هو number 1 page 87 هيدا number 1 أي page 88 هذا number one okay نرجع له بعدين كمان خليني أحكي شغلة هون أنا عم بحل e power x equal a بدي أتخلص من الـ e لا أتخلص من الـ e شو لازم أعمل للجهتين لن شو لازم أعمل للجهتين لن يعني بدي أقول لن e power x equal لن a يعني الـ a قعدت بقلب مين بقلب اللن فضروري جدا جدا تكون الـ A positive strictly positive يعني أكبر من zero حتى الزيرو مش مسموح فمش كل المعادلات اللي فيهن E في عندهم solution لنكون واضحين واضح؟ منعيد مش كل المعادلات اللي فيهن E عندهم solution عطيت example أنا 3 power x minus 2 equals 0 أخذنا 2 لتاني جهة كانت minus start plus واخذنا 3 للدنومينيتر عملنا لين بوث سايدز راحت اللين مع الاي بال اكس ولين 2 اوفر 3 قعدت بقلبها ما عندي مشكله يقعد 2 اوفر 3 بقلب اللين لو بس كان هذا ماينس 2 اوفر 3 كنا قلنا له نو سوليوشن عشان هيك ريمارك هون موجوده عم بتقول اذا انت عم بتحل اي ايكوال لاي والاي هي يا صفر يا اصغر من صفر ما عندك سوليوشن واضح وكمان اذا الاي كان عليها باور غير اكس ماينس اكس بلس 1 بتشتغل بنفس الطريقه تاخذ النمبر لتاني جهه بتعمل ديفايد بس يصير اي بتعمل لين بس يصير شو اي تطبيق على هيدا اخترت انا بعض الاكسرسايزز لانه فيهم اشياء منوعه هول اوكي هيدا اكسرسايز 10 to 27 solve the equation or the inequality or the system after having determined the domain of definition من بعد ما تكون جبت الدومين اوف ديفينيشن انسول الدومين اوف ديفينيشن لهول لانه معظم اللي كتبت لكم اياهم الدومين لالهم ار ففيش داعي نشتغل على الدومين الا لكم انا عنه هو طبعا ضروري جدا جدا لما بنعمل سول لازم نكون عاملين دومين بس هدول كلياتهم الدومين لالهم ار ففيش شيء حيأثر على شغلنا طيب e to the power x equal minus 1 هيدي بنمبر 10 كيف بدنا نحلها لهيدي؟ No solution. King Yassin has no so. شو يا جماعة؟ عشان هي الاي هي الاي اكبر من زيرو اول شيء يعني صح has no solution لانه الماينس 1 نيجاتيف صحيح e power 2x بس لازم قلب اللين ما لازم يكون في نيجاتيف لا
اكيد لا ولا الزيرو. ما اللين اكس شو كان الديفينيشن له؟ من زيرو اوبن لبلس انفينيتي. ما نحن عملنا مره اكتيفيتي، عملنا تيبل اذا بترجع انت لشرح اللين. ايه ما عشان هيك عم بقول انا انه نو سوليوشن. نيجاتيف الارقام النيجاتيف والزيرو ما بينحطوا بقلب اللين. يلا e power to x equal 0 شو بنقول؟ نو سوليوشن. فان هاز نو سوليوشن. e power to x equal 1 او 3x سوري قصدك 3x. شو بنجي بنقول له؟ then len صح equal len equal len 1 اوكي. then لين مع اي بيروحوا شو بيطلع معي انا هون 3x استاذ equal. استاذ بس هي على الكتاب اي باور اكس equal 1 بعرف بس انا من عندها عم حط له هو مش ضروري التزم فيه 100%. وعلى فكره هلا اثنيناتهم حيوصلك نفس النتيجه x equal 0 قد ال x equal 0 0 اوكي ماشي الحال فين هو يا جماعه؟ e power 3x equal e power x شو فينا نعمل؟ تطلع راديكال 3. لا لا شو بينا؟ فينا نروح e مع e اذا في لين ولين، او فينا نعمل لين للجهتين. حي الله شيء في دغري التلميذ يقول زن شو اذا روح e مع e زن 3x شو بيساوي؟ equal x impossible x equal 0 يعني هي بالحقيقة كيف 0؟ ما هي 3x minus x ها 3x minus x equal 0 so x equal 0 واضح؟ انت طلع اذا حطيت 0 هم محل ال x بصير ال e قد عليها power 0 قد جوابها لها 0 تمام e power 0 قد ايه؟ 1 وهون e power 0 قد كمان 1 طيب هون شو بدي اعمل معي e power x minus 1 ب e power x plus 2 equal to 0 شو فينا نعمل هون؟ أساس بنعمل كل وحده لحال برافو لانه في برودكت ولا شو لزيرو لو equal لشي غير الزيرو ما فيني اعمل هيك كنت اوكي فشو بجي بقول له انا هون اي باور شو هيدي مثل ما كان عم بقول حسين ايكوال لزيرو اور الثاني ايكوال لزيرو يعني اي باور اكس ماينس 1 ايكوال زيرو اور الثانيه شو هي الثانيه يلا اوكي نحن هون e power x minus 1 equal 0 حاخذها وحلها وحاخذ يعني باخذ كل وحده على جنب وبحلها لحالها x equal 0 اوكي then حتعطيني هذه e power x قد ايه بيساوي يا جماعه x equal 0 ايه حترجع مثل قبل شوي e power x equal لقد ايه 1 لا 1 بنعمل لها يعني x equal 0 صح بصير لن e x equal لن 1 يعني x equal 0 والثانية impossible لأنه هلا الثانية الثانية بدي اكتب فيها e power x plus 2 equal 0 then e power x equal قد minus 2 minus 2 يعني impossible بس انا هون ما فيني اقول no solution في عندي solution 0 فهمت شو قصدي؟ هلا اذا معي impossible وفيش غيرها بقول له no solution اوكي يعني عندي solution هو الوحيد الاكس equal 0 عنا هيدي number 12 e power 2x square plus 3x minus 1 يعني هو كلهم هم موجودين بالexponent وفي e وفي رقم شو بعمل للجهتين؟ لن بعمل لن يعني شو بصير في معي؟ بصير معي هيدا بالexponent بتقسمه لن بتصير الاكويشن يعني فيني انا اكتبها مرة جديدة هون
وبحط قدام هيدي لين وبحط قدام هيدي لين مظبوط ولا لا؟ لين مع اي بروحه بيبقى هيدا الاكسبوننت اللي انا عم ضوي عليه يعني ذان طلع الاكس صح استاذ ايكوال قد ايه يا جماعه؟ زيرو ايكوال زيرو نعم استاذ اللي من بين عند الشاشة ظهر وعد فوت ماشي اوكي هيدي كيف بدي حلها لهيدي 2x squared plus 3x minus 1 quadratic equation quadratic مية بالمية من قل له by calculator ما بعرف اذا فيهم غلط هودي بالشيء by calculator منجيب ال x1 وال x2 ومنحطهم وعلى فكرة كله accepted بعيد بقول شغلة من العشرة للسبعتاش from 10 to 17 الدومين R لو الدومين مش R كنت هطلع accept قل عنا accepted و rejected بس كل شيء بيطلع value للأكس حيكون accepted ليش كل شيء حيكون accepted لأنه الدومين لشو لهول R الإي ما عنده مشكلة بالنيجاتيف ولا بالبوزيتيف لأنه شفنا بالبروبرتي إذا كان عندي minus X شو كنت عم بعمل فيها إذا كان عندي minus X عم بنزلها لوين تنزل لتحت واذا كان عندها زيرو شو عم بيكون جوابها واحد سو الاي الدومين اللي له ار المشكله عند اللين اللين ما بيسمح للماينس باي كالكوليتر بجيب اول اكس من جاب هذا على الكالكوليتر حدا عنده كالكوليتر استاذ انا جبتهم هذا بيطلعوا تقريبا بالتواصل وحده 0.28 والثاني بعتقد هي حتطلع minus 3 هيك minus 3 minus radical 17 قد ايه radical عنده 17 يا استاذ over 4 على 4 والثانية بدل minus 17 plus 17 اوكي هون هيدي باور 2x اوكي يلا هنحلها ونعد نحل وحده ونوقف ايكويشنز قبل ما نروح على فكره ثانيه انا بيهمني اللي بعدهم بس انا هون حبيت يعني ضلني كل فتره فوت شوي بالبروبرتيز وشوي بشغل البروبرتيز اوكي يلا كيف نحل هاي بس كيفك الحمد لله ماشي الحال من اللي نور آية. انا ايه اهلا وسهلا فيك يا ايه تفضلي يلا طيب هيدي كيف بنحلها يا جماعه يلا بس شو الاسماء انا حي وانت مايو شو انه الاسم الاول والاسم الثاني ما عارف بس ليه طالعين حي ومايو اه وباع عم نسجل لانه يلا e power 2x plus e power x minus 2 equal to 0. How can we solve this? هيني شو بنعمل؟ ناخد الطول لبعض ال equal ونعمل لان؟ يلا حكفي انا وياك يعني انا بدي انسخها هي ذاتها. Let's take it on. بنقول له then. يعني بدها تصير equal to مش هيك؟ ايوة بعد بنسخها لهيدي كلها وبعمل لين بوث سايدز قصدك 100% ها؟ هيدي لين هيدي لين مرتبة يا حسين ها؟ براكت على الأول فينا نعمل لين لأنه ورا اللين ورا الـ equal positive مش هيك؟ لو نقدر ما فينا لين 2 طيب شو نعمل هلا؟ سيني بس لأتذكر بس أنا حط بقلب اللين نضربهم عندك لين A plus B مش هيك؟ ايه لين A plus B شو بتساوي؟ لين A times لين B يعني أنا عن جد محظوظ جدا جدا يعني بهالإجابات الرائعة لين A plus B هي لين A times لين B مش هيك؟ ايه يعني مثلا لين 2 هي لين واحد زائد واحد يعني مثلا
لين دول عم تقولوا لين 1 بلس 1 ايكوال لين 1 هيك تايمز لين 10 ل 1 مش هيك يعني ايكوال 0 لا هي لين a تايمز b بيساوي لين a بلس لين b بس هي ما بتصدق مش لين a بلس b ما في عندها بروبرتيز لما حيا انا بحب كفي مع الواحد لشوف لو نوصل يعني كلها احنا ناخذ ايه كومون يعني هي برا باي باي وبنجي لهي باي باي اول شغله اي باور 2 اكس يا جماعه اول ما بلشت اليوم اي توك اباوت ات طلعوا شوي قلت اي باور 2 اكس هي اي باور اكس بس قد عليها باور 2 يعني هيدي كوادراتيك صارت يعني قادر التلميذ يجي يقول لي هالايكويشن فيني اشوفها بشكل تاني انا ها اوكي يجي يفرجينا على الاي باور اكس اي باور اكس سكوير ايوه هيدا اللي لازم يفرجينا عليه التلميذ انه هيدي كلياتها شو عليها باور باور 2 اصبحت بتمثل تي سكوير بلس تي ماينس 2 اذا بتتذكرون تمام نطلع التي لحالها هلا يعني اذا الاي باور اكس هل بالنص افترضت تي نجي نقول له لا بنطلع اي باور اكس مش هيك نطلع الفالوز للاي باور اكس بنعوضها مظبوط نرجع من الان يعني فيك هلا انت دغري تقول له باي شو كالكوليتر باي كالكوليتر اي ايكوال اي اكس ايكوال اول فاليو بتعطيك اياه الكالكوليتر هو حيكون 1 و t equal ex equal تاني value حتعطيك اياه الكالكوليتر اللي هو minus 2 طبعا انتو شو بتعطوها للكالكوليتر بتعطوها ال a وال b وال c قد ال value لل a 1 وال b 1 وال c minus 2 يعني a plus b t equal 0 plus t minus 2 فاهمين اللي عم بقصده ولا لا ذهب ايه اوكي انا لهون ما طلعت الاكس طلعت الاي اكس شو بعمل للجهتين لين 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 للاكس وحده امبوسيبل وحده ايكوال صحيح يعني انا فيني اقول له لين للليفت لين لهيدا لين اي اكس ايكوال لين 1 يعني ذن شو صار الاكس معنا بيساوي 0 وهيدا اللي تحت شو بقول له على جنبها امبوسيبل No solution. ما بكتب no solution يا حسين في solution x equals 0 لو فيش إلا جملة impossible اوكي كنا قلنا no solution اوكي فبدنا ننتبه يا جماعة لما نلاقي e power to x وعجنبها e power x ال e power to x هي e x لأي power power 2 استاذ هلا e power 3x x cube كمان بتصير لا e power x لل power 3 ما هيك قصدي ايه يعني تي كيوب قصدك ايه تي كيوب ايه تي كيوب يعني هاد ال هاي الايكويشن اصبحت بالحقيقة اذا بدكم تشوفوها هون هي بالحقيقة استبدلوا بس الاي اكس بحرف التي يعني هون تا هون تي سكوير بلس تي ماينس تو صح هيدا تي وهيدا شو تي سكوير كوادراتيك بس اللي عم يطلع معك مش x t اسمها e x هيدي اشياء بتسولف عليهم بنرجع بعدين بنحكي بالسولف اكثر للاشياء الباقيه وانتم بتتسلوا فيها بالبيت انا ححدد لكم الهوم ورك وبعثوا لعين ننزل هون لهودي الثمانيه بارتس كثير مهمين كثير اتس فيري امبورتنت هودي اهم شيء لليوم in each case below determine the domain of definition of f and then determine f prime of x the derivative of f. Okay? انا ححلهم انا وياكم بشكل سريع ومننهي لليوم. مثل ما شايفين هون حكبرها بعد شوي صغيرة. معك 8 parts. كل part له شغل. يمكن يكون direct يمكن بده شوية شغل. بالبارت الاول معك ال f of x قد بتساوي e power
3x minus 1 minus e power 2. So هيدا بدنا نعمل له derivative. Okay. ننزل على سطر جديد. Then أف شو أف prime of x بدها تساوي. يلا من بيعطيني الجواب؟ أنا انسحبت. ليه؟ ناسي كل الديريفاتيف. يلا 3a power 3x minus 1 منذكر بالديريفاتيف. ليش لا؟ ما نحن موجودين لنذكر بالديريفاتيف. لازمكم متذكر البروبرتيز تاعون الديريفاتيف والرول تاعت الاكسبوننشال. شو بتقول الرول تاعت الاكسبوننشال؟ حارجع اكتبهم هون انا ما عندي مشكلة. بتقول اذا معك e power x وعم تعمل لها ديريفاتيف، شو الديريفاتيف للاي باور اكس يا جماعه؟ بتضل هي ذاتها اي باور اكس. اي باور اكس اذا عم نعمل لها ديريفاتيف، اروح لهون ايكوال اجين شو doesn't change، يعني it will stay the same equal e power x. هذا أول شغلة. إذا لقيت شيء غير e power x مثل هيدا e power قدي مثلا ax plus b، هذي موجودين بالـ properties، هذا دليل إنه مش عم نقرأ شيء. equal شو الديريفاتيف لهي؟ بتطلع بالإكسبوننت، شو عندي بالإكسبوننت أنا هون؟ ax plus b. ax plus b نعمل ديريفاتيف، بنعمل له ديريفاتيف للاي اكس بلس بي. شو الديريفاتيف للاي اكس بلس بي؟ اي وبرجع بكتب نرجع اي 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 اكس. يعني اصلا هون هيدا اكس، شو الديريفاتيف اللي له للاكس؟ 1. هون بالحقيقه في 1 بس ما في داعي نكتب ال1 مثله مثل البلس، ما في داعي نكتبها. طيب وبشكل عام اذا عندي انا هون اي باور خلينا نقول يو وات ايفر از يو وعم بعمل لها ديريفاتيف، شو بتقول الرول؟ يو شو؟ يو يو برايم اي باور يو. نرجع بنكتبها للاي باور يو. يعني بترجع بتكتب الاكسبوننشال الموجود، بس انت قدامه بدك تحط الديريفاتيف تبع الاكسبوننت. اوكي؟ هاو ذا رولز اللي حنطبق عليهم بهيدا العمل. طلع انا هون عندي 3x minus 1 بدي ارجع اكتبها. بس بدي احط قدامها الديريفاتيف تبع الاكسبوننت. يعني قد ايش جوابها لها؟ 3e power 3x minus 1. 3x e power 3x minus 1. 100%. 3 minus قد ايش ديريفاتيف للاي سكوير؟ 0. ليش 0؟ 0. الديريفاتيف لل 2 زيرو. لا لحظة، ما هي بتضل مثل ما هي. تبقى اي سكوير مثل ما هي. يا حسين الاي سكوير نمبر هيدا ما في اكس، يعني الديريفاتيف اللي له زيرو. تمام وصلت. يعني اي سكوير ولا اي كيوب ولا اي فور بتحطه على الاله حاسبه بيطلع نمبر، الديريفاتيف للنمبر زيرو. تمام تمام ماشي الحال. هي اول وحده فيني اكتبها لهيدي على جنبها. طيب نجي لهي f prime of x شو بدي يساوي يا جماعة؟ equal شو؟ derivative للx هون قديه؟ 1 وال1 0 وال ex ex معروفين، شو بيطلع الجواب؟ ex ex. متحرين لك منا جواب ليه؟ رأيكم يا جماعة مزبوط لي قالته؟ لا بنعملها u dot v زائد v u prime v زائد v prime u. كينج كينج انت كينج. سامع معي يا جنى؟ نقول له ال u equal x plus 1 then شو u prime equal شو equal 1 ال v equal ex then شو v prime شو بتساوي كمان ex.
بدنا ننبه للبروبرتيز، ما انا قلت بدنا نتذكر البروبرتيز. شو بقول الرول هون؟ يو برايم في بلس في برايم يو ايكوال. هلا هون بدي مرق شغله كثير مهمه، ها يو برايم هو 1 بالفي اي اكس بلس الدل في برايم اي اكس باليو اكس بلس 1. فاهمين شو عم بعمل؟ يس. ليكو هيدي شغله كثير مهمه، الاي اكس حيكون موجود باليو برايم في وحيكون موجود بالفي برايم يو، لانه من خصائص الديريفيتيف للاي اكس انه يرجع ينكتب. فشو بيعمل التلميذ هون؟ ناخذها كومون، بياخذها كومون وبيفتح براكت. تشلنا اي اكس من هون بيبقى ال1 مش هيك؟ بس اذا شلنا الاي اكس من هون شو بيبقى؟ اكس بلس 1، يعني بلس اكس بلس 1. بيطلع الجواب النهائي اي اكس انتو 2 بلس اكس، اكس بلس 2 انتو اي اكس. انا برايي بس تخلصوا خبوها للاي اكس ورا احسن، يعني كتنظيم. هلا انت اذا كتبت قدام مش غلط، واضح؟ عم نحكي عشان السلام العامة، هيدا بدنا ننبه. في بينات ونضرب طبقنا يو برايم في بلس في برايم يو. What about this؟ نفس الشيء، نفس الشيء بس اختلف مين؟ اليو والفي. اليو والفي. طيب انا برجع بقول السؤال، in each the case below determine the show ده دومين. دومين هات لحط الدومين حد اول كل وحده. الدومين لهيدي ار ار، الدومين لهيدي كمان ار، كل وحده الدومين ار. هات نكتبه هون لهي وهيدي شو الدومين اللي لها ار كمان ار. شو بنجي بنقول له هون let you شو بتساوي؟ x square x 2x plus 1 2x plus 1 then u prime شو بيساوي؟ 2x minus 2. let v شو بتساوي؟ e لأي power minus 2x صح؟ Yes. Then v prime شو بتساوي؟ minus 2. برجع بكتبها هيك منكون جهزنا ال u prime v وال v prime u. نجي بنقول له هلا هون f prime of x شو بتساوي؟ قلنا u prime v plus v prime u equal ال u prime معنا اياها 2x minus 2 check بالفي بلس دل في برايم ماينس 2 باليو. دل فاليو لليو هي هيدي x squared minus 2x plus 1 equal. لازم نعمل هلا؟ شو لازم نعمل؟ كتبنا u prime v plus v prime u، شو لازم نعمل؟ ناخذ الاي باور ماينس 2x كومون. صحيح بناخذها كومون. هيدي اهم شغله نتذكرها بالديريفيتيف بتاعت الاكسبوننشال لنسهل على حالنا. في بعض الطلاب بيضربوا هي هون وهي هون وبيقعدوا اخر شيء يعملوا سمبليفاي، مش غلط بس اريح لنا الكومون، يعني الكومون كتير بيريح. اوكي نكتب اي باور ماينس 2x وبنفتح براكت. اذا شلناها من هون شو بقي معي هون؟ 2x شو؟ ماينس 2. اذا شلناها من هون شو بيبقى معكم؟ ماينس 2 مضروبة بالفاكتور الثاني. برافو. بدنا نضرب هودي كل اياتهم، شو بدنا نضربهم؟ بماينس 2. ماينس 2 شو بصير معي؟ ماينس 2 ماينس 2 x سكوير بلس 4x ماينس 2 ماينس 2 x سكوير بلس 4x والبلس 1 اذا ضربناه بماينس 2 بتصير ماينس 2. مستحيل. هلا هودي بجمعهم وبرجع بضربهم بـ e power minus 2x. أنا معي minus 2x سكوير فيش غيرها بكتبها، معي plus 4x و plus 2x قدي يعني plus قدي 6x plus 6x minus 4
لو برجع هال e minus 2x الموجودة قدام البراكت فين أحطه وراء البراكت. وفي أكثر من هيك التلميذ إذا بدي يكفي في ياخد 2 كمان من هون لأنه عندك 4 يعني بس فيك 2 هون. ديل يا جماعة مرة على نمبر 4 دومين. شو الدومين هون؟ What is the domain? AX, E power X. برافو أنا شفت الدنومينيتر ما فيني أنا أترك الدنومينيتر مثل ما بده يكون بدي أمنع أنه يكون زيرو الدومين E power minus 2 minus 2 تفضل عنا لهيدا does not equal to zero. برافو not equal to zero. Does not equal to zero. يعني ال X doesn't equal to صح آه. بننقل الماينس 2 لتاني جهة وبنعمل لينبو سايدز وفيك دغري انتو تعرفوا انه والله الاكس does not equal لينتو يعني باختصار الدومين اذا بدنا نجي نحكي عنه all او فينا نقول له r minus نفتح set لينتو يعني كأنه التلميذ عم بيقول من minus infinity للينتو union من لينتو لوين بلس انفينيتي بلس انفينيتي اوكي بدنا نعمل ديريفاتيف لهيدي كيف نعمل لها ديريفاتيف لهيدي يو برايم في ماينس في برايم يو اوفر في سكوير اكزاكت نستعمل بروبرتي نستعمل بروبرتي يعني ما عادش بدك تعمل ديريفاتيف فوق وتحت يا جنى فكر بالموضوع بركي بالامتحان بلا احرق طيب شو الديريفاتيف للاي اكس بلس 1 اذا اعتبرنا هيدي يو يو برايم شو الديريفاتيف اللي لها اي اكس بدنا نضربها بالفي بدنا نضربها باللي تحت مزبوط ولا لا ممكن اعملها هون يو برايم في ماينس الديريفاتيف للاي اكس ماينس 2 اكس اي اكس بدنا نضربها بـ EX شو؟ بلس 1 بنكون عملنا U prime V minus V prime U كلهم over قد ايه يا جماعة؟ over V square يعني هيدا كله قد ايه بده يكون عليه باور؟ باور 2 لا في التلميذ هون ياخذ EX كمان وفي يضربهم ويقعد يجمعهم يعني اثنيناتهم صح منهم مشكلة اثنيناتهم فهمتوا قصدي؟ هون في EX وهون في EX ياخذ الـ EX كمان ويكفي عليها على هالأساس يعني في يحط هون اي اكس ويفتح براكت شو بقي باول براكت اكس ماينس 2 قلنا الاي اكس من هون بقي ماينس بالبراكت بدي اضرب الماينس بالاي اكس بلس 1 شو بصير عندي جوا ماينس اي اكس ماينس 1 وكلهم على هيدا البراكت شو بده يكون عليه هيدا البراكت سكوير بننسخه مثل ما هو لهون ايكوال ماين فراكشن بصير ماينس 3 ماينس 3 اكس اوفر اي اكس ماينس 2 سكوير ماينس 2 سكوير ماينس 1 وماينس 2 بيعطوني ماينس 3 واي اكس ماينس 3 اكس كانسل يعني شو بيطلع معي الانسر ماينس 3 اي اكس اوفر اي اكس ماينس 2 سكوير خليني احكي شوي انا وياكم اذا بدي ادرس الساين للديريفاتيف لانه انا على طول مطلوب مني اعمل ساين للديريفاتيف انا هون مش كاتب اف برايم إذا بدي أدرس لها الساين الدينومينيتر على طول بوزيتيف مش هيك لأنه شو عليه باور 2 والإي إكس لحالها بهذا الشكل هي بوزيتيف لأنه هي 2.71 أعطيتها باور بتصير تصغر وتكبر بس بتضلها بوزيتيف يعني عندك أنت هون بوزيتيف هون بوزيتيف وهون نيجاتيف شو بتطلع النتيجة النهائية؟ نيجاتيف ستريكتلي نيجاتيف هيدي ما بروح بعملها إيكوال لزيرو لأنه هيدي ماينس اتفقنا؟ yes. يلا هحل بعد تنتين انا وياكم هحل بعد خمسة وثمانية والباقي انتو بتتسلوا فيه طيب معي هون f of x equal ex minus 1 على ex plus 1 كمان نشوف شو واحد شاطر يجاوبنا جواب منطقي ها الدومين شو الدومين هون يا جماعة؟ الـ e power 2x plus 1
بس هوني اوبوزيت مش ايكوال تفرق شيء لك انت كينج يا حسين لك انت بالاسئله اللي بتسالها هي بحد ذاتها جواب او ماي جاد ها اي باور تو اكس ماينس 1 شو بقول لهم يا جماعه هون انا شو لازم جاوب له على هيدا ليك اذا اجى واحد قال لك مش عندي بتصير هلا اسمع شوي قد الساعه هلا الساعه 3:45 إذا إجا واحد قال لكم هلأ الدنيا والله نهار مش بالليل بتقولوا له impossible والله صح لا صح يعني بزودكم بمعلومة مظبوطة يعني إذا إجا واحد قال لكم ليكوا الدنيا بالليل هلأ إنه والله معتمة بتقولوا له لا impossible إجا واحد عم بخبركم الـ e power to x ما بتساوي minus 1 هالجملة صح ولا غلط صح ما هي ما بتساوي نيجاتيف بقول له لا impossible شو بيجي بكتب له هيدا؟ always show always true always true always true يعني ما فيني طلع لك x يعني انا ليكو شو القصة ما حيطلع مع صفر تحت الـ e هو رقم زائد عم بتزد له واحد حيطلع واحد وشوي او اكثر شو بكون جوابنا للدومين هون؟ هو equal r طبعا مالكش الفرق انا كان r من عدد اللي قلت عنه does not equal مظبوط هون كان الدومين r من عدد اللي قلت عنه does not equal انا قلت does not equal لحدا قلت له always true فشو الدومين هون بيكون عندي r واضح يعني always positive it's always positive وبتجي بتعملوا انتو derivative u prime v minus v prime u على v square بتتسلوا فيها بس حبيت فرق الدومين من فوقه يعني بين 4 و 5 كنت عم فرج شو الفرق بالدومين واضح؟ واضح هحل اخر وحده هلا رقم 8 اللي بلا حل بتتسلوا فيها بالبيت انا هذا الفايل حابعته مع بعض الاكسرسايزز مش محلولين وحابعت بصفحه الكتاب لحتى تحلوا منها كل شيء طيب استاذ نعم بس فيك تعيد ليش ما حطيت r انه except minus 1 ليش انا قلت ال x does not equal minus 1 لا والله الايه انا قلت always true انا عادة يا جنل بتخلص منهم هن الارقام اللي ليكي هون انا هون قايل x does not equal قديه لنتو ليكي ليش اذا جيت عوضت لنتو محل ال x بصير ايه قد عليها باور لنتو إذا الـ E عليها power لين 2 قد جوابها؟ 2 طيب 2 في عجنبها minus 2 شو بصير الجواب؟ 0 إيه أوكي ممنوع يكون لين 2 لأنه عم يعطيك 0 تحت ما number على 0 infinity جينا عم نطلع رقم بيعطينا 0 طلع ما في رقم بيعطينا 0 عطول مش 0 عال أنا شو بدي أحسن من هيك؟ فبكون الدومين R يعني ما حيطلع صفر تحت اصلا من المنطق انت خديها بوزيتيف زائد واحد اكبر من واحد ما لقي فيك تقولي عنها بوزيتيف وضحت اوكي ليتس كونتينيو فور ذس شو الدومين هون يا جماعه يلا يكون أكبر من زيرو صح inside the line should be positive هيدا يعني 2 minus e power minus 2x should be strictly positive يعني strictly يعني من دول equal okay لأنه هيدا وين موجود بقلب اللين وعلى فكرة كتبته بلا كلمة لين ها أنا بس اللي بقلب اللين اللي بهمني then show هيدا بده يكون greater than قد ايه؟ ها؟ then شو؟ e power minus 2x اكبر لا اصغر من بدنا نقلب الانكواليتي لانه عم شيل الماينس صح؟ يعني انا فيني اخذ الماينس اضربها هون بس بدي اقلب الانكواليتي ان كان اذا كانت greater بتصير less والعكس. So
e power minus 2x less than شو 2 2 هلا عزلت الاي صرت قادر اعمل للجهتين شو انا هلا قادر اعمل للجهتين لن لا صح لن لمين للاي باور ماينس 2x رجع لن للاي باور ماينس 2x شو بها اصغر من لن 2 اصغر من لن 2 اصغر من لن 2 هلا هون اللين حتضل بس هون اللين حتختفي مع الاي شو بيبقى معكم هون؟ يعني ماينس 2x اصغر من لين 2 بدكش حدا يطير ال 2 مع ال 2 بدي اخذ الماينس 2 وحطها هونيك مش هيك؟ then x شو بصير؟ اصغر من لين 2 على على ماينس 2 greater than اكبر يا رب we need to لانه صار في ماينس لازم نقلب الانكواليتي في ماينس هون when you move minus to the other side على الاوفر تقلب الانكواليتي greater than شو لين 2 over what over minus over 2 minus 2 then يعني الاكس ما مش فاهمين لهذا قبل ما كفي اخذت الماينس 2 للتاني جهه بس ها يعني اكس جريتر ذان قد ايه هيدي بس بشيل الماينس من تحت بحط فوق حاكتبها هون يعني ماينس لين 2 اوفر 2 شلت الماينس من تحت وين حطيتها فوق يعني من هيدا النمبر لوين لبلس انفينيتي تمام بعدنا بالدومين so دومين من وين لوين من هيدا النمبر اللي هون لوين لا بلس انفينيتي من عنده سؤال ارجع بترجعون على رواق تتأكدوا منهم هيك ممكن عملنا دومين جينا للدربتك عندي هيدي بدي اعمل لها ديريفاتيف يلا اف برايم اوف اكس بتساوي من عنده جواب لها يلا اف برايم اوف اكس شو بتساوي ليكو الهاف ما مش بنعملها يو برايم اوفر يو لا 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 ايه صح بس هذا الهاف شو بيعمل فيها هذا الهاف بعتبره كونستنت نخليها منخليه برافو بنعتبره كونستانت بنعتبرها هيدي لينيو لينيو شو الدربتك لينيو تمام شو الدربتك لينيو برايم على يو يو برايم على يو يعني بدي اعمل لها دربتيف وعد اكتبها مش هيك هي كلها بدي اعمل لها دربتيف وعد اكتبها يو برايم يعني فوق تحت شوفها يو اوكي هذا يو برايم على يو شو الدريفاتيف لل 2 ماينس اي باور ماينس 2x اي باور ماينس 2x يعني انا بدي اكتبها لهيدي اللي فوق واللي تحت لحتى اكتب 2 اي باور ماينس 2x هلا بعض الطلاب سريعين بالحسابات مش غلط دغري بحطوها بس انا عم بحاول افسرها اكثر كتبتها فوق وتحت فوق عليها برايم وتحت كتبتها 2 اي ايه شو بنكتب تطلع 2e power minus 2x يعني هيدا الدريفاتيف اللي لها هيتضرب ب minus 2 مع minus 2 يعني هيدي كلياتها قصدك like this صح؟ لأنه شو الدريفاتيف لل minus 2x minus 2 بضربها بالـ minus قدامها شو بتصير؟ plus times minus شو الدريفاتيف لل 2؟ plus 2 هيدا الجواب النهائي 0 طبعا هيدا مش باور اللي فوق هيدا f prime of x بهيدا الشكل مين عنده سؤال يا جماعة؟ كله تمام كله تمام تمام